دلوقتي ده تعالي بقى هنا عشان الكاميرا تجيبي كده ايوه في نظافة. alright. ايه ده؟ ده لبان ذكر منقوع في شويه ميه مغليه من بالليل، تمام. بس ده الناشف وده اللي منقوع. اوكي اوكي تمام يا باشا. انا ناو ايوه هحط الخلطه دي زي ما هي جوه الخلاط اضربها. اجيب لي خلاط منين بقى ده؟ هي تحت الرجل عارف. استني انا جايه لك، انا اجيبه لك. انت مش عارف انا لا انا عارف، خبطت فيه انت خبطت فيه. اوكي اتخبطت فيها انت يعني. اخرت ناو هنضرب الاثنين مع بعض كله مع بعضياته. تمام. اللبن الحليب اللي بيخرج من بصوا يا جماعه، اللبن الذكر ده هو الكولاجين الاصلي رقم واحد، وعشان كده ابهرهم في نيويورك وفي واشنطن. طيب هات خلاص طحناها خالص جدا. هنجيب بقى مصفايه ونجيب بوله. بوله مصفايه اورايت. وهنصفي العفريت الكبير ده. عفريت الحمد لله ما طلعش اسد، عشان احنا ما عندناش مكان للاسود اكتر من كده. انا معاهم انا ناو بحاول اخد اكبر كم ممكن من اللبان الذكر الكولاجين الاصلي. اذا انا دلوقتي الكولاجين وهنزل لكم الوصفه اهي تاني. الكولاجين دلوقتي انت بتعملي ايه؟ انا بحاول اخد اكبر كم ممكن من اللبان الذكر المفيد للكولاجين والتجاعيد في الوجه وفي الرقبه وفي الكفوف في كل حته يعني. حتة كده انا اخدت كل اللي انا محتاجاه. حاسه بفرق؟ فرق كبير. طيب خليها في سلك ناو. هي كده اهي الخلطة دي. ده كده بس بان ذكر. ثانية واحدة بقى، ده اللي بان ذكر ومية منقوعة من بالليل. اه يا باشا. اتصفت واتضربت في الخلاط. ماشي. نزلت على النار. اوكي. يس. ايوه. اوكي. هاتي انا ساعدك، انا ساعدك، انت خليكي انت ركزي وانا ساعدك. اورايت ده. انا هنا عشان اساعدك. ماشي. هحاول ان انا اسخن اللبان الذكر بتاعي. اوكي. على النار. تمام. وهاديله حاجاته التانية. قولي لي اجيب لك ايه؟ عشان اعمل الخلطة دي صح، أول حاجة محتاجاها عشان تسيح هي معلقة كبيرة ممسوحة. تأكدي إن الكلمة اللي بقولها صح، معلقة ممسوحة. دي بودر لبن ولا دي ده؟ نشا. طلعي جوزك من الدولاب، النشا اللي احنا متجوزينه. يس. معلقه ممسوحه من النشا. كل الازواج نشين. هنتكلم كلنا مخبيين الراجل ده جوه. انت مسميه الراجل نشا؟ يس هو جوزي. جوزك نشا؟ عشان هو اللي رجع لي بشرتي احسن من الاول. اللي هو النشا يعني. النشا مش جوزك يعني. النشا هو جوزي. اي واحده عندنا في القناه او في اليوتيوب هي عارفه ان هو جوزي. واخرجها. ايوه. عشان بس اخلي الاماونت ريديوس ذا اماونت، بقلل الكميه بتاعه اللبان الذكر دي علشان اخد اكتر كم ممكن. طب من البهارات يعني ابي اساعدك بقى. لبان ذكر ناشف ومبلول منقوع ومنقوع ونشا. معلقه نشا ممسوحه فقط. ممسوحه. ابي اعمل في الخيار ابشره. اه بليز اي نيد ذا ووتر. عايزه على حته ناشفه ولا الحته قصدي الحته الخشنه برضو؟ اه عشان اخد الميه. لا استنوا ادينا رس ادونا معناه مش هنقدر. شم ريحه تحفه. الناس ممكن تموتنا لو مشينا دلوقتي، والمصحف بتختلنا في الشارع. كريم فعال فعلا فعلا، كلهم سقفوا لي عليه لما عملته. طيب. ولما سالوني انت انجليزيه قلت لهم لا تحيا مصر، انا مصريه وابويا وامي مصريين. بس نديكي درس عربي. مصريه من اسكندريه. ما بلحقش بتعلمه، بيعملوا لي سوفت وير هناك تانية. سوفت وير ده وبعدين تشينج هارد ديسك. بعدين بتحط الخيار. لا الخيار في الاخر لان مش عايزه افقد الفوائد بتاعتي. مش هنحطه على النار. ايه اللي هنحطه على النار؟ لا هحط عليه معلقه من بذور الكتان. احنا كده بعدنا خلاص عن النار. ده البوتوكس. تمام. ايه ده بتكرهي جد؟ بذور الكتان هي البوتوكس. فلاكسيد بذور الكتان هي البوتوكس. تغنينا عن البوتوكس وفلوس. هو اللي باين اتذكر. اوكي ناو هاخد بما يعادل معلقه واحد فقط لا غير من سلايمي جيل الرقاصه دي. الرقاصه. طب الرقاصه دي بالعلاك بكل الفرقه دي معايا. هقسمها لكم على برطمانين وتلعبوا سوا. يس ناو. ما يا سلام عدل، قالت لك انت غزال ونسيتني انا خالص، فهتفرق علينا. لا هو عدل بقى. هو الاساس ده. الاساس في الخلطه دي هو ان انا ادمج بذور الكتان البوتوكس. اقلب لك انا البوتوكس مع الكولاجين. حاضر اقلب لك انا والنشا.
وده يتحط والنشا اللي هو جوز ده يتحط كام مره يا ابي افندم؟ الله ريحته حلوه قوي، انا بحب الخلطه دي. بيحطوها كام مره؟ ده كريم مسائي كل الليله، كل ليله وليله. كل ليله وكل يوم، كل ليله وكل يوم. سمنه رشك؟ يس طبعا. شا قمر، انا 57 سنه عمري. ما شاء الله. أوكي. كلنا 21 سنه نمسك يعني العمل اي حاجه. لا ما بعملش، انا اخلي حد يلعب في وشي. واي وهي بتعمل الوصفات؟ انا بعمل كل حاجه لروحانياتي اون كاميرا، واشيلها واغسلها واطلع العفريت واغسل وشي واحط الماسك واسيبه ينشف واغسله ووريهم النتيجه. اذر وايز مش هيصدقوني. لا طبعا، بس انا ما فهمتش ولا كلمه. بس خدي انا ما انا تمام، انا تمام. بص خد بفتح بقي، اديني دقيقتين كمان عشان خد فخد اهو. اوكي، ايه اللي بتحطيه؟ ما تزقش، دي زبده الشيا يا جماعه. زبده الشيا الساحره، هنزلها هنا وطلعيها من على النار كده خلاص. حاضر. هنسالها في اللايف بقى زبده الشيا دي نجيبها منين؟ بس في اللايف انت خلصي دلوقتي كل زبده الشيا حلوه جدا 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 للكريم. اوكي اوكي، عشان هي تعمل كريم يعني. يس سمثينج ذا كريمي تاتش كده. وايه ده يا باشا؟ وكوكونات ميلك، زيت جوز هند، لبن جوز هند، زيت جوز هند المتاح عندك. ما تطلقيش عشان ما فيش يعني. يا اختي ما حدش هيطلقنا، ده احنا يعني بنعمل ده لنفسنا. ده سيحه بقى. سيحت. اورايت. ها صوت. هنصفي بقى العفريت ده. تاني عفريت؟ يس. الخيار قصدي. هنصفي الخياره دهيا كده، هو دلوقتي بعيد عن النار. اوكي. اون توب اوف ذس وان. امال ايه كولاجين الاصلي واللي انت عاملاه؟ لا ده في الاخر، فالتاتش بعد لما نضرب بالمدفعيه. ناو ادي ميه الخيار. اورايت. يلا حاضر. بعد كده؟ هصفي ميه الخيار فيها كده. عشان اعمل المعادله، لانه اصلا اللبان الذكر لما بيتحط على البشره بينشف، لكن الخيار هيضطري. اوكي يعمل معادله صح. خلصنا كده؟ خلاص كده. اوكي انت كده تمام؟ انا كده تمام عشان لازم اروح. وايا مش قاعده معاكي. لا هنكمل. لا قاعده معاكي بس بعد الهوا. احنا ادينا هنروح دلوقتي. اوه احنا كده خلصنا، عشان قبل ما نروح ما نتدبحش على باب المحطه. مش هنروح، احنا هنروح على الصفحه علشان انا هروح دلوقتي من البرنامج وهنلتقي على السوشيال ميديا. بس لازم نخلص الماسك علشان كل المشاهدين ما يزعلوش مننا. كده خلص يا باشا؟ يس. كده اقول لهم باي باي يعني؟ لا لسه نقطه عسل انتي بكتيري. حطي يا قلبي، ما تنفضوهاش. استنوا. حطي يا بيبي، حطي انتي بكتيريا ضد البكتيريا. انا طبعا معاكم على صفحه الستات بعد ربع ساعه من دلوقتي. هنكمل، هنفضل واقفين في المطبخ. هتخترع لنا حاجات بكل الانجريدينتس. لا انا مش بخترع، انا مجرباها. يعني انا مش قصدي يعني تعمل لنا حاجات. على فكره يا جماعه، الكريم بتاعي فعلا نجح في امريكا والناس كلها سقفت لي. هنتكلم احنا اصلا هنتكلم على ثانك يو ابي، اي لاف يو. هنلتقي بيكي بعد ربع ساعه على صفحه ستات من سهير معانا. هنلتقي بيكي طبعا. خدتي الشعر؟ انا هاخد الوش واقسمه معاكي. مش عايزه شعر. لا اتنين بطرمان كل واحد واحد عشان ما حدش ياخد حاجه. انت جايبه بطرمانات؟ يلا باي باي. يس اهي اهي. الى اللقاء، نشوفكم بكره. باي.